ما هو التوحيد؟ توحيد تيا وسنتو تيت. التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل معه شريكا. توحيد هم شنك الله رب العالمين عبادتك يجيوك تهنا زانقي وأيقوم كسا شريك وشريك دار كنجنه. إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. الله رب العالمين إيوكا زانك توحيد سين قسمين توكا إيوكا تهناين. الأول توحيد الربوبية. أولي توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية تيوشا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الله رب العالمين إيوكا تهنا زانك هر كارك دنيا توكا بتا. تقول مثلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق. مثال تربة توشا الله رب العالمين من بيدا كانوكي. وهو الرزاق. وهماهم من رزق ديوك. نعم. الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. دهمي قسم توحيد الألوهية يا قشان يا توحيد العبادة. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية توحيد عبادة ما هي قشان كالله رب العالمين إيوك زانك عبادة توكا كآهي ومكسي شريك نهين. الثالث توحيد الأسماء والصفات. سامي قسم توحيد توحيد الأسماء والصفات. هو بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. وآي الله رب العالمين إيوكا زانك هر تشيزيك أسماء وصفات ذكر كانك بتا قرآن مجيد توكا يا رسول الله أحاديث. لابد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا اللمين هر تشيزيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كتما هي ثابت بكن الله رب العالمين ناما انتوكا صفات انتوكا او الله رب العالمين جنده هر چیز لیک ثابت کو تما ها ثابت بکنه ننزه الله عن مماثله الخلق الله رب العالمين ما پاک کنه پاک زانی چی تشبیه خلق گوم مخلوقا گوم لا يمكن ان يقول كون الخالق الكامل مماثل للمخلوق الناقص ايه جبر بوت کو تنا کند کی می پیدا کنو کامل اهی تشبیه صورت مخلوق گوم بی ناقصین لو کمین نقول آمنا وصدقنا وسلمنا ما همشي يقولين ما يسرى إيمانا أرتا ما يسرى باور كني وما يمني نعم إذا هذا التوحيد عرفنا وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة والله أعلم ما همشي سين تيز ما بيان كتن توحيدة سين كاسم كتوحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات